كمان سيدنا اليوم حب شخص من لبنان، اجى جروب كامل من لبنان معنا هون، حب يقدم لك سيدنا هاي أرزة لبنان. طول بعمرك وتضلك منارة للشرق. طول بعمرك يوحنا يازجي. نعم الله يطول بعمرك. نحن صلينا وطلبنا من ربنا ياتينا الصحة وحامش السلام على بنياتنا هنا ومنطقتنا. نحن بفرحة كتير كبيرة عم نشارك السنة باحتفالات المقدس. المقدس عم بيعيد عيد 25، بس عيد 25 لنا لمسجدنا كمان لهون، لأنه رفقنا هالموقع خطوة خطوة من ساعة اللي بلش، من ساعة بلشت تبين ظهورات لإله هونيك، من تل مار الياس للأنطرة لكنيسة مار يوحنا. 25 سنة ومجموعات لبنانية بتجي على هالأرض المقدسة لحتى تتبارك من هالمي ومن هالموقع. أنا بيجي باسم الكل إنه نحيي جلالة الملك. أول شيء للاعتبار يلي بنحسه للبنانيين على أرض المملكة، بس نكون هون بنحس حالنا بين بيتنا أراضينا. اليوم البطرك غير كل توجه ظهرته ليكون عم ببارك ويقرب على المجموعة اللبنانية، فنحن ببيتنا وبأرضنا، ومثل ما أنتم فرحانين بهال 25 سنة، هيدي فرحة كمان تشملنا، لأنه في جزء منا موجود كمان بهالموقع. الله يبارك هالبلد، وإن شاء الله منضل منرجع عليه ومنحج، وإن شاء الله يا رب ما بنطول الأيام ومن عندكم بنروح على أورشليم بإذن الله. شكرا كثير لك.